الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تعالى وبياكم، وهذا ليس بغريب على هذه المدينة الطيبة، مدينة ترهون، مدينة الجود والكرم، مدينة الشهداء، مدينة النخوة والمروءة والشجاعة. هذه المدينة قدمت تلك الأرواح الزكية دفاعاً عن الدين وعن الوطن، قدمت فلذات الأكباد وزهرة الحياة دفاعاً عن دينها وعن وطنها وعن هذا التراب الطاهر من أن تدنسه تلك الأقدام النجسة التي لا زالت تسعى حثيثاً لنشر الفساد والإفساد في بلادنا ليبيا، حرس الله تعالى. وأبشر أهالي المصابين، أبشر أهالي الشهداء بإذن الله تعالى، أن الله عز وجل قال في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ماذا قال؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآيات الكريمة